ما راه ماشي الخراج اللي كيقول لك حق انا راني وصلت على المليون ابوني. الشريف راه كاين عمل ديال الطاقم كاين بزاف. ودابا سيدي دابا فاش كنكونوا كنصوروا ودابا الجمهور شنو بغى؟ فهمتي؟ وا الجمهور كيعاجبو داك المعاوده. هو كيعاود والجمهور عاجبو داك الشيء وسكر. كاين اللي صار كاين الويفي كاين الضو كاين الماء كاين اللي كان كيدير الميناج كيما قلت لك في واحد الفيديو كاين اللي كيدير المونتاج كاين اللي كيدير التصوير. كاميرا راه مشرينا وسالي بالفلوس. انت كتصور في داك المقر ولا في داك الاستوديو كاين اخويا مصاريف. السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. معكم دريس اللي انا دزت بزاف ديال القنوات الالكترونيه واللي كان عندي معهم تسجيل البارح وكيتشرفني انني كنصور مع جريده اصوات. بالنسبه للمشكل ديال الخراز انا راه عطيت انا غير الراي ديالي وداك الشيء اللي عشتو. المشكل ما لقيتوش مع الخراز انا اللي كنلقى راه كان عندي معاه واحد اتصال وحطينا بزاف ديال الامور ووضح لي ووضحت له بزاف الا انني كنتفاجئ انا من لي كومونتير اللي كيتحطوا في اي فيديو في اي قناه حيت كنقراهم كاملين وكنشوف. تخيلوا معايا اخوتي المغاربه دابا دوك المتابعين واللي كنشوفهم كيقولوا الخراز سير دير القناه ديالك ودوك الملايين اللي كتدخل وما تصرفش على ديك الجريده وصدق انت كتربح. وانا في لي كومونتير شريه البرهوش شريه الفاعل شريه التارك سي الخراج بزاف عليك سي هذا بزاف عليك سي فلان بزاف عليك. اول حاجه ماشي بزاف عليا. ثاني حاجه ما كيجيب لي لا قفه ولا شي حاجه ولا من غير حتى واحد ما كيجيب لي شي حاجه. ثاني حاجه انا ما كنت باغي ندير هادشي على ود البوز ولا اني باش نبان وانا كنت بغيت نعطي انا غير الراي ديالي والراي ديالي كيتحترم. عطيت انا الراي ديالي الا ان الناس نهضوا كيسبوني. كل واحد ما عرفش الظروف ديالك ما عرفش بانني تطرت راه دوزت انا 3 ايام الله اعلم ما كليتش فيها ما تغديت ما تعشيت ما ريال ما عندكش قلبنا على خدمه ما لقيناش. مؤخرا عاد الحمد لله راه شي شويه وصافي. بالنسبه كيقول له بنادم انت باغي انت غدير البوز عليا انا باغي انت غدير البوز والله الا قلت لك وباغي دير لاشين وهذا وهذا. واخا الخراج اللي عنده تقاعد تقريبا راه كيشد ما بين 140 يمكن حتى ل 180 الف ريال الله يكمل عليه بالخير والله يزيدو. انا ماشي كنحسدو وعنده دارو عنده وليداتو تبارك الله خدامين عنده طوموبيلتو وعنده مستقبله وابار عنده خدمتو اللي كيشتغل فيها دابا. انا اللي شاب ما عندي والو تابعني الكرا تابعني الموضوع تابعني والديا خصني نصيفطهم اي انا خصني انا باش نحسن راسي. انت ماشي كنشكي عليهم. شوف غير الطريقه واحد كيقول لي سير ديال القناه وانا لا علاش ما عرفتش زعما انا ولد الشعب زعما انت سير تموت. واش تصادفوا معاه هو؟ كيتعاطفوا مع واحد ولقى واحد المصداقيه وبقاو ان الناس كي ولاو تاهما مع ما كيعاودوا داك الخبيرات بحال داك لالا نهار الله يرحمها مسكينه. نهار اللي كنا صغارين كانت كتجي عندنا للدار حنايا كان كيعجبنا الحال وكيبقى كتعاود لنا داك الخبيرات صافي كون ولفوها كل ليله كتمشي كتبقى تعاود لك على مزغب لذيذه هذا تعاود لك على شي هذا تعاود لك على عم البول وانت كمتبع معاها وكتعايش مع داك اللحظه. كذلك هاد المغاربه هادو الناس راه خصهم اللي يعاود لهم وصل. شنو المشكل وقع لك بالضبط؟ وهو المشكل اللي وقع لي وانا على حساب ما وصلني انا راه ماشي. وتخيل دابا انا ماشي كنوجهني اتهام السي الخراز هو السي الخراز كان بيناتنا عمل انا كنت كنصورو هو كان كيتصور انني باش انا نصور هو قدام الكاميرا كيما فاعلين دابا انا وياك. قال لي هكا بالحرف اخي ادريس ودير بحالك اخي ادريس انا واحد السيد راه من الدار البيضاء غادي يشري الماتريال وقال لي راه كاين استوديو نجهزو لك حبا فيه حيت هو قال له انا من المتتبعين ديالك وهذا وهذا وهذا. وقال لي اخويا راه عجبني هذا الشيء وقدم لي عرض وهذا. قلت له اخويا واحد خونا غادي يبدا من الاول بحال هكذا. قلت له خصك تستنى شهرين ولا ثلاث شهور على ما تطلع لك هذه القناه وعلى ما انك تفعل لك الادسنس وانك بقات تخلص وهذا. قلت له سير اخويا دير شي قناه ديالك وديك الساعه ديك الارباح تبقى انت عندك الا ان هذه الكلام هذا تسرب دونك غير انا وياك. شكون اللي وصل هذا الكلام هذا؟ وصلوا الحيوط ما وصلوا كتلقى انت عند الاداره ما غاديش نقول انا قلت راه عندي تسجيلات عندي كتابه عندي كل شيء راه ماشي كنهضر انا فراغ
عندي كل شيء. وفي الثاني فواحد اللحظه كان عندي معاه واحد الاتصال قال لي فين انت كنتي كتوري لي؟ واش انت كنتي كدير لي شي رابور ولا كتعطيني داك الشيء مكتوب؟ انت كتجيب داك الشيء في راسك وانا كنجيب داك الشيء في راسي. كنتبادلوا انا وياك الافكار وهو راه ما كاينش حتى شي مشكل اني غادي نوريك شي حويجات ولا ما رضيتيش عليا حيت انا صغير. عادي راه يوجد في النار ما لا يوجد في البحر. بالنسبه للقصص اللي كيعاود انا راه ما كنتش معاه في ذاك الظرفيه وهذه 40 عام ما عرفتش ما كتبش عليك واللي بقى فيا انا هما دوك الناس ما عرفتش. دخل واحد ما دخلش على الفيديو ما عرفتش الفيديو شنو فيه كيدوز كيسبك ايوا حتى انا جي نعاود لك هكا فلاشين ديالي ونقول لك واحد النهار كنت هو دابا على الزنقه هادي في الدوره تلقاو لي واحد ثلاثه وانا نزيرهم. هو واحد يقر واحد لابس جاكيطه في الاحمر وواحد لابس بلغه واش ديناه وصافي وهادشي كنعاودو غير باش المهم كنتمنى ان الناس المتتبعين الناس انهم ياخذوا اي موضوع بالجديه ياخذوا يعرفوا اللي كاين. علاش هاد السيده دخلت بهذا التصريح؟ انا عطيت الراي ديالي وكنبقى مغربي وكيبقى عندي حتى انا نعطي الراي ديالي. انا كنشوف شي واحد كيقول شي راي ولا هذا الراي ديالو كيحترم كيعجبني تبارك الله. ما دمبر هذا كنقدم له التحيه امسي طالب ولا المهداوي تبارك الله كيقدموا مثلا كتفرج انا في انا متتبعين ديالهم هذوك الناس انا كيعجبوني انني فاش انا كنصنت لهم انهم كيعطيو الاراء ديالهم في ظل الاحترام. هاد الناس هادو انا عطيت الراي ديالي قال لك اسيدي لا اش انا جاي من البوليزاريو حتى انا راه مغربي وكنبقى مغربي وكيبقى عندي حتى انا حقوق ديالي هنا وكنعطينا الراي غير انا راه ما سبيت ما والو. فاش كتكونوا كتصوروا كيفاش كيبانوا في الموضوع ديالي؟ ودابا سيدي دابا فاش كنكونوا كنصوروا ودابا الجمهور شنو بغى؟ فهمتي؟ ايوا الجمهور كيعاجبو داك المعاوده هو كيعاود والجمهور عاجبو داك الشيء وصافي. يعني شنو الكلمه اللي تقدر توجه ليه هو والجريده ديالكم؟ لا بالنسبه لذاك الجريده ما غاديش نقدر نوجه له انا شي انا الله يسهل عليهم في هذا النهار والله الله يزيدهم خير في خير وكنتمنى لهم النجاح وكنتمنى لكاع الجرائد الالكترونيه اللي كاينين هنا في المغرب النجاح وان شاء الله. وانا اللي انا كنفتخر باش كتكون انت جريده باديه من الزيرو انها وصلت تقريبا راه ماشي الخراج اللي كيقول لك حق انا راني وصلت على المليون ابوني. الشريف راه كاين عمل ديال الطاقم كاين بزاف راه كاين اللي صار كاين الوي في كاين الضو كاين الماء كاين اللي كان كيدير الميناج كيما قلت لك في واحد الفيديو كاين اللي كيدير المونتاج كاين اللي كيدير التصوير كاميرات راه مشرينا وسالي بالفلوس. انت كتصور في داك المقر ولا في داك الاستوديو كاين اخويا مصاريف راه ما راه داك الاستوديو راه يكون طاح عليه بشهر واحد المليون وما تلقى ما راه الله يحسن العوان تلقى بنادم هز كريدي تلقى بنادم متلف ولا هذا راه الا عطاوك واحد النسبه وكانت محتاطه راه الله يخلف والله يجعل شي بركه في ظل ان ما كاينش خدمه في المغرب. وبالنسبه للرساله اللي كنوجه للناس خصكم بقاو تشدوا العصا من الوسط ماشي سمعتوني انا غاشتوني قلت وحق هذا قبيح هذا حق باغي يدير البوس. كنتمنى انكم تبقاو تفكروا بعقلكم ماشي اشوف الخراز الله يسهل عليه في هذا النهار. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.